ولحد ما حصل انه في الهناجر بقينا نعرف في الهناجر و فدي مرحله ما تقلش عن 20 سنه من عمر ناس كتير، انا واحده منهم، بس في كتير قوي من الناس في المرحله دي، منهم الله يرحمه محمد ابو سعود من مخرجين المرحله دي، في عز القزاني، في سيد فؤاد، في خالد صالح الله يرحمه، في خالد الصاوي، في معتز عبد الصبور، في محمد عبد الخالق، في نورا امين، في رشا عبد المنعم، في هناء عبد الفتاح اشتغل في المسرح، في احمد عطار، في عفت يحيى، في اسماء كتير جدا الجمهور ما يعرفهاش، بس الاسماء اكتر، في كمان منحه البطراوي من اللي دعموا، في المرحومه نهى صليحه دعمت، في انه المهرجان التجريبي علمنا طريقه انتاج معينه وعلمنا نوع مسرح. فهنا بالنسبه للمهرجان التجريبي لازم نشكر فاروق حسني، ولازم نشكر الله يرحمه الدكتور فوزي فهمي، ولازم نشكر الدكتور هدى وصفي. منحه البطراوي دعمت كل الفرق دي وحتى اشتغلت مرات في التنسيق في الفرق دي، كان في ورش بتحصل من العالم كله، الفرق دي من كتر ما نجاحاتها الفنيه جذبت ناس من العالم تيجي مخصوص تتفرج على مسرحيات، واوريدي ناس في العالم كمان كانوا بيدعونا ان احنا نعرض مسرحياتنا، احنا عرضنا الفرق المستقله يعني عرضت مسرحياتها في كل انحاء الارض، في اوروبا كلها عرضنا، في الصين، في ايران، في الوطن العربي كله، فكان ارشفتها لانه حريق بني سويف اخذ في سكته انقاذ المرحله دي، لما ماتوا حريق بني سويف محدش رصد المرحله دي، او حتى اللي هم كانوا شغلهم ما اتنشرش، حق العاملين شغل فاضل اظن جرجس شكري بيعمل كتاب عن المرحله دي في البدايه تاتي التسليه وبعدين نشوف هيوصلنا ايه، يعني هنتهم بايه، روحنا هتتحرك لايه كده. فهو مسلسل مسلي جدا، وانا مبسوطه اني اشتغلت في مسلسل مسلي، ده معناه نجاح فني. بتحب ان يتعمل مسلسل تاني من اشرف شمس ولا معاه هو اوريدي هيتعمل تاني، فانا لا معاه ولا عدد هيتعمل تاني يعني ان شاء الله. اظن طلع عليكم ساعتها لقب كده منتخب مصر اللذاذ. ده لقب لذيذ قوي، منتخب مصر اللذاذ اللي طلع ساعتها عليكم استاذ خالد. والله طيب. هو على العموم انا طول عمري معجبه جدا بهشام ماجد وبشيكو وبالجروب وبفهمي وبالجروب بتاعهم، وشايفه كل، انا بحب قوي ابن امه وبحب قوي حمله فريزر وورقه شفره، يعني بمناسبه ورقه شفره طبعا بحب احمد الفيشاوي جدا. ف انا كنت مبسوطه قوي عشان انا هشتغل في الحته دي، يعني في جروب اللذاذ ده اسم لذيذ جدا. لفت نظري دكتور محمد الفيشاوي كفنان ولا كشخص؟ لان دايما في هجوم على الفيشاوي بتصرفاته بعيد عن فن، هو فنان جدا، بس دايما في انتقادات على تصرفاته. بصي انا ما اخدش بالي من فكره الانتقادات، بس زي ما قلت لك قبل كده احنا كممثلين الجمهور من حقه يعلق على الحاجات، بس بدون تجاوزات يعني من غير ما يشتم يعني، واحنا لازم نتقبل، بس كمان ممكن نتقبل النقد ده كله حتى لما بيبقى شخصي، بس مش ده معناه ان احنا نغير من نفسنا يعني او من طبيعتنا او كده. احمد الفيشاوي من اهم ممثلين مصر من دي 1. انا فاكره احمد الفيشاوي اشتغل معانا في الملك نير، عمل البهلول، وفاكره شكله كويس قوي، حلق حلاقه معينه وصبغ شعره وما اعرفش عمل ايه، فانا من يوم ما شفته هو عامل ايه في البهلول في الملك نير وانا بقول ده ممثل عنده طموح فني، مش طموح نجوميه، لا طموح انه يوصل لكده لمستويات في الفن، والحقيقه ده حصل. احمد الفيشاوي ممثل مهم جدا. على ذكر الجمهور، ايه اكتر حاجه موقف او تعليق جيل لحضرتك ضايقك من الجمهور؟ ايه اكتر موقف حصل مع الجمهور ضايقك او كان تعليق ضايقك على السوشيال ميديا؟ بصي هو انا مش بتضايق،
او بتضايق شويه، بس اكتر مره انا يعني او اكتر مرات اتضايقت فيها انه مثلا انا جوزي كان في العنايه الرعايه المركزه، وفي زوار لاهاليهم المرضى في الرعايه سايبين اللي في ايديهم وجايين طالبين يتصوروا، فانا اظن مثلا